الثالثة صباحاً الواحدة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى استعداداً لموسم الزراعة الشتوي. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي تابع المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي خاصة في منطقتي توشكا بجنوب الوادي ومستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة. كما اطلع الرئيس السيسي على سير العمل في تلك المشروعات بما في ذلك البنية الأساسية من شبكة طرق ومحاور ووسائل ري حديثة ومحطات المعالجة والتغذية الكهربائية. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن زياد العليمي، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسية. يأتي ذلك القرار استكمالا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسية. أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن زياد العليمي. وأشاد الحوار الوطني بجهود لجنة العفو الرئاسي المكلفة من قبل الرئيس السيسي بتفعيل عمل اللجنة ودعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية لبدء حوار وطني شامل. توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره القرار الجمهوري بالعفو عن زياد العليمي استجابة لدعوات القوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودعما للجنة العفو الرئاسية. وثمنت التنسيقية موقف الرئيس السيسي الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصري دون النظر لأي اختلافات أيديولوجية أو فكرية. وأكدت التنسيقية أن صدور هذا القرار في مثل ذلك التوقيت الذي تستعد فيه البلاد للحوار الوطني الشامل هو رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للحوار وبتلبية كافة المطالب المشروعة للجميع. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن جميع البورصات العالمية تعاني، مشيرا إلى أهمية اختبار الوقت المناسب لعملية طروحات الشركات في البورصة المصرية. وخلال كلمته في جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أكد مدبولي أن الدولة تعمل على تجهيز عدد كبير من الشركات للطرح في البورصة، وأن هدف صندوق مصر السيادي هو تعظيم الاستفادة من جميع أصول الدولة. أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية وافا استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 19 آخرين على الأقل خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس. وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من المدينة بعد أن تم قصفها، حيث سمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات وشهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء. وأعقب ذلك اندلاع مواجهات وصفتها بالعنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرة مسيرة. أعلن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية أن مراسم تنصيب ريشي سوناك من قبل الملك تشارلز ستتم في قصر باكنغهام مساء اليوم الثلاثاء. وتعهد سوناك بتحقيق الاستقرار والوحدة في المملكة المتحدة التي تواجه أزمة اقتصادية. وفي أول تصريح له بعد انتخابه رئيسا جديدا لحزب المحافظين، قال سوناك أن المملكة المتحدة دولة عظيمة لكنها تواجه تحديا اقتصاديا عميقا.
بدأ الناخبون الأمريكيون بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في ولاية تكساس، وتجرى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة كل عامين في منتصف فترة رئاسية مدتها 4 سنوات. ختاماً مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوماً تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. وهذه تحياتي لحضراتكم، أنا آلاء شتا، شكراً جزيلاً على طيب المتابعة وإلى اللقاء.